أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم، إزيكم وعاملين إيه؟ بداية من دلوقتي لمدة 4 حلقات هجيب لكم التليفونات الرخيصة اللي موجودة واللي نزلت مؤخرا على مستوى العالم، عشان اللي عايز يشتري تليفون لنفسه أو لولاده بمناسبة طبعا انتهاء الثانوية العامة وهتبتدي بقى المدارس والجامعات إن شاء الله، فاللي عايز يجيب لنفسه تليفون أو يجيب لولاده. النهاردة هنمسك أول تليفون أو هنراجع أول تليفون معانا، الإنفينكس الجي تي الـ 10 أو الـ 10 برو. تليفون جاي كده بتصميم روعة، تحفة، إمكانيات جبارة وخرافية، شاشة، بطارية، بذات الشاشة، البطارية، السماعات، الشحن السريع إلى آخره. تليفون جاي بريميوم قوي، شيك قوي، والأهم من كده سعره تحفة جدا وهتعرفوه في آخر الحلقة زي ما أنتم متعودين. هنراجع مع بعضينا التليفون ده وهنشوف نقاط الضعف بتاعته القوة ونقف على سلبياته وإيجابياته، هشرحه لكم حتة حتة. معلوماته كلها هتبقى ما بين ايديكوا عشان اللي عايز يشتري التليفون ده. يلا مع بعض نراجع التليفون الروعة اللي من شركة انفينكس، وهو الانفينكس الجي تي الـ 10 او الـ 10 برو الجديد. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا معلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. عدينا بقى الاربع حلقات بتوع المنتجات بتاعه سامسونج، هنبتدي 4 حلقات جداد من التليفونات الرخيصه اللي موجوده اليومين دول في الماركت او على مستوى السوق العالمي، عشان اللي عايز يشتري تليفونات رخيصه لولاده او هو عايز يشتري نفسه تليفون رخيص قبل ما يخش الجامعه يتفضل ينقي منهم زي ما هو عايز. النهارده هنبتدي بالانفينكس الجي تي ال 10 برو، واللي جاي بتصميم روعه خرافي، شيك جدا وبلونين روعين جدا في نفس الوقت. التصميم والديزاين والمواصفات والاوبشن اللي فيه تخليك فعلا متلهف ان انت تشتري وتجرب التليفون ده، سواء الروعه في الشاشه او روعه البروسيسور او روعه الرامات الى اخره، اللي هنستعرضها مع بعضينا وهنشوفها مع بعض. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده، الانفينكس الجي تي ال 10 برو. ولكن قبل ما نبتدي نستعرض، مش هنسى زي كل مره اوصي حضراتكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتوا ما تفعلوش هيجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، لو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. يلا مع بعض نستعرض التليفون اللي معانا النهارده اللي من شركه انفينكس، وهو الانفينكس الجي تي ال 10 برو الجديد. يلا بينا. طب التليفون في شكله هو مستطيل الشكل مع دائريه الحواف وعدم حديتها، مع وجود بيزلز بسيطه جدا من الاسفل ومن الاعلى. بالنسبه للشاشه، الكاميرا في المنتصف في الاعلى عباره عن هول بونش من الظهر. التصميم الروعه الميدي 3 دي في التصميم، مع وجود مربع في الاعلى على الشمال بارز حاجه بسيطه جدا ما تجيش يعني 20 مللي تقريبا، مع وجود الكاميرات والسنسورز والانديكيتور او ال LED او الليد يعني، عشان تديك نوتيفيكيشن مع الاشعارات اللي موجوده او اللي بتجي لك على التليفون او اثناء تشغيلك للاغاني. مستطيل الشكل من الجوانب، ما فيش دائريه بس العكس، الجوانب كلها مسطحه. التليفون اعلن عنه تحديدا في 3 اوغست او 3 8 2023 هيطرح للبيع في 13 8 2023. ابعاد التليفون ده 162.7 × 75.9 × 8.1 ملم. الوزن المقدر ليه هو خفيف 187 جرام، ومهيئ ان هو ياخد شريحتين من النوع النالو، وموجود LED ستريب على الظهر او LED الشرط اللي بجانب الكاميرات، واللي انتوا هتشوفوها في الفيديوهات واحنا بنستعرض التليفون ده. نيجي بالنسبه للشاشه، فالشاشه هتيجي من نوع الاموليد مليار لون. الريفرش ريت او معدل تحديث الشاشه 120 هرتز، والنتس بيوصل ل 900 نتس. وعلى فكره التليفون ده هو مهيئ اصلا كمان برضه عشان الجيمز. الشاشه مساحتها 6.67 انش بقوه استحواذ 87.0%، مع ريزولوشن شاشه 1080 × 2400 بكسل، اسبكت ريشيو 20:9، مع كثافه بكسلات 395 بكسل لكل انش، وطبقه حمايه من نوع الكورنينج جوريلا جلاس من الفئه الثالثه. هيجي السيستم من نوع الاندرويد ال 13 مع الواجهه الاكس او اس 13. التليفون ده بينزل بالبروسيسور او المعالج ميديا تك، وطالما ميديا تك اشتري التليفون وانت مطمن.
نوع هيبقى الدايمن سيتي ال 8050، المعتمدية بتاعته 6 نانومتر، وده اوكتا كور او 8 انوية. النواة الرئيسية بتاعته بتيجي بقوة 3.0 جيجا هرتز كورتكس اي 78، الثلاث انوية المتوسطة بقوة 2.6 جيجا هرتز كورتكس اي 78، والاربع انواع الموفرة للطاقة بقوة 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. توليف على فكرة الانوية دي تحفة، وبتدي قوة وقدرة قوية جدا على معالجة البيانات، وبالذات لو في الجيمز كمان مش هتلاقيه بيهنج معاك تماما. التوليفة الروعة دي بيدعمها جي بي يو او كارت شاشة من النوع المالي الجي 77 الام سي 9. التليفون ده بياخد كارت ميموري لغاية 1 تيرا، وبينزل ب 256 جيجا بايت من النوع اليو اف اس 3.1، مع وجود رامات قابلة للزيادة 8 جيجا بايت رام، مع زيادة الكترونيك 8 جيجا بايت رام تانيين. نيجي بالنسبة بقى للخلفية وللكاميرات. طبعا زي ما احنا شايفين ان الظهر روعة بتصميم ديزاين 3D، مع وجود الانديكيتورز او ال LED الشرط اللي هي بتنور مع النوتيفيكيشن او الاشعارات او تشغيلك للموسيقى مع البيز، بتلاقيها بتنور روعة جدا. الكاميرات 3 كاميرات تريبل. الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل فتحة عدسة 1.8، ودي بتيجي عريضة ومدعمة بالاوتو فوكس. الكاميرا الماكرو 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2، والكاميرا الديبث 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.2. التوليفة الروعة دي بيدعمها كواد ال اي دي، يعني 4 فلاشات، بتدعم تصوير الاتش دي ار والبانوراما، وتصوير الفيديو بيوصل ل 4 كي بي فريم 30 فريم بير سكند. اما الكاميرا السيلفي فبتيجي 32 ميجا بيكسل فتحة عدسة 2.5، مع وجود فلاش يمين وشمال الكاميرا، ودي روعة جدا للناس اللي بتحب تصور بالكاميرا السيلفي، سواء محتويات او سواء حاجات على السوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب. بتدي تصوير على فكرة، وبتدعم تصوير HDR، والفيديو بيوصل تصويره ل 1440 بيكسل بفريم 30 فريم بير سكند. الصوتيات تحفة جدا لانها ستيريو، سماعتين من الاسفل ومن الاعلى، مع وجود مكان لتركيب الجاك 3.5 ملم. بالنسبة لوحدات الكوميونيكيشن، حدث ولا حرج، جاية روعة جدا. الواي فاي دول باند، البلوتوث باحدث فيرجن 5.3، الجي بي اس دول باند، والان اف سي موجود على فكرة، والراديو موجود الاف ام راديو مع تسجيل من الاف ام، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. بصمة الشاشة ديت هتلاقيها اوبتيكال اسفل الشاشة، مع وجود السنسورز الموجودة بجميع التليفونات العادية. التليفون ده بطاريته روعة وكبيرة، بتيجي ليثيوم 5000 ملي امبير، بتقعد معاك تقريبا يومين وشوية، مع وجود شاحن سريع 45 واط مدعم بالباور ديليفري 3. التليفون ده بينزل منه لونين فقط، اللون الرئيسي اللي هو السايبر بلاك الشيك قوي المطعم باللون البرتقاني، والسيلفر والله انا شايفه شيك برضو، اللي هو الميراج سيلفر اللي شكله شيك قوي، اللي في بعض الجيمز او بعض الريبوت اللي هم روبوتات يعني، اللي هي مديها الشكل بتاعها السيلفر ده. وقت تصوير الحلقه كان تمن التليفون ده 230 يورو، يعني تقريبا بالمصري حوالي 8050 جنيه او 8100 جنيه. على فكره سعر قليل جدا على التليفون دوت، خاصه في وجود الشاشه او البروسيسور او طبعا الرامات والذاكره او البطاريه. زي ما انتم شايفين الاوبشنز روعه فعلا، والمميزات قاتله وروعه، ومواصفاته جميله جدا. لو نزل هنبتدي نخاطب الشركه في مصر عشان تجيب لنا واحد، او تبعت لنا واحد نعمله انبوكسنج وريفيو. لغايه ان احنا وصلنا لنهايه الحلقه، يا رب تكون المعلومات فادت حضراتكم، مرحب جدا بالاستفسار، وطبعا مرحب جدا باراء حضراتكم عشان نعلي القناه يوم بعد يوم. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، ما تنسوناش سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتوا تفعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، ولو عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. مره تانية شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.